إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، وشرف المجالس بشرف المذكور فيها، وأشرف مذكور من البشر للثناء والدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرفه ربه تبارك وتعالى تشريفاً عظيماً في الدنيا والآخرة، وأعلى رتبته في العالمين، وخصه ربه تبارك وتعالى بما لم ينله نبي أو عبد من عباد الله جل وعلا. وهذا الباب باب من العلم جليل، حري بالمسلم أن يعتني به تعلماً واستذكاراً، حري بالمسلم أن يتعلم وجوه تشريف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمور منها أن من أصول الإيمان معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذا الباب من معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلم ما خص الله به نبيه وما شرفه به في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن أحد أسباب نجاة العبد في الدار الآخرة أن يوفق لإجابة السؤال في قبره إذا سئل من نبيك. ومنها أن معرفة شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة من مسائل وأصول الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. ومنها أن هذا العلم وهذه المعرفة وهذا الاستذكار من أسباب زيادة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه من فروض الإيمان. افترض ربنا تبارك وتعالى علينا الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وافترض ربنا جل وعلا طاعته صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وافترض اتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وافترض الاستجابة له صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وافترض تحكيمه صلى الله عليه وسلم في كل شأن، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. افترض ربنا تبارك وتعالى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم وقرن بينهما، فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وافترض ربنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجعل ربنا تبارك وتعالى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة له، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وتوعد ربنا تبارك وتعالى مخالفي سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم، توعدهم بأعظم وعيد، فقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل ربنا تبارك وتعالى الصد عن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وجعل ربنا تبارك وتعالى مبايعة نبيه صلى الله عليه وسلم مبايعة له، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ورفع ربنا جل وعلا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا ذكرت معي. قال قتادة رحمه الله من التابعين: رفع الله ذكره، أي رفع الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. زكى الله خلق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. واتخذه ربه تبارك وتعالى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلمه ربه تكليما. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأخذ ربنا جل وعلا الميثاق على جميع النبيين عليهم السلام: من أدرك منهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصره ويتبعه ويؤمن به. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولم يخاطبه ربه تبارك وتعالى في كتابه باسمه قط، ونادى غيره من رسل الله بأسمائهم، فقال لنوح، فقال جل وعلا لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقال عن إبراهيم: وناديناه أي يا إبراهيم. وقال في عيسى لعيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال لموسى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فربه يخاطبه في كتابه بيا أيها الرسول ويا أيها النبي. ونهى جل وعلا عباده عن منادات نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه، فقال:
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأخبرنا جل وعلا بأنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملائكته تصلي عليه، ثم أمرنا بالصلاة عليه فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووعده ربه المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة بعد أن يتدافعها أنبياء الله تبارك وتعالى، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع، وأول مشفع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وهو صاحب الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وصلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. كلامه صلى الله عليه وسلم كله حق، وسنته وحي كما القرآن وحي. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. امتن ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمة به وببعثته صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا ربنا جل وعلا، وهو أصدق من أخبر، عن كمال حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، ورأفته بنا، وتعليمه لنا، وتزكيته لنا، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. خطب صلى الله عليه وسلم الأنصار يوما فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أمن. بلغ صلى الله عليه وسلم جميع ما أمره به ربه أحسن بلاغ وأتم بلاغ، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، حتى أنزل الله علينا
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا، أي يوم نزول هذه الآية، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صفته وصفة أصحابه رضي الله عنهم مثبتة في التوراة والإنجيل. يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. عصمه ربه تبارك وتعالى من الناس فقال: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وتوعد ربنا الذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم باللعنة والعذاب المهين، فقال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وتوعد مبغضيه ومبغضي ما جاء به صلى الله عليه وسلم بالبتر والذلة وانقطاع الذكر، فقال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. وكفاه جل وعلا المستهزئين، فقال تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وتكفل ربنا بنصرته صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا شيء يسير مما أخبر الله به وأمرنا به، مما يبين شرف نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والله نسأل أن يمن علينا بشفاعته صلى الله عليه وسلم وورود حوضه، وأن يجعلنا رفقاءه في الفردوس الأعلى من الجنة. اجزه يا ربنا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وثبتنا على سنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.